ابو فالود سمعنا ترحيب لجنه التحكيم بضيفنا ويستاهل ماجد النصيف، شاعر معروف وفارض عمره وتواجده. ماجد يا مرحبا ومسهلا باسم الجميع. اول شيء قبل ان نبدا الاسئله نبي طبعا موصيني معتق العياض يقول لا تطلب منها الا غزل، حنا نبي غزل من ابن بالود، حنا نبي نسمع. قلت مره بناخذ منه وبنعطيه مره، ما يا ابن بالود نبي الى متى وانت تقولين بعدين؟ والله شفت معتق اللي يطلبه من عيونه الثنتين ما في شك، لكن هذه ما هي بغزل، لكن يقول الى متى وانت تقولين بعدين. طيب يا جروح قلبي كل ما قلت طبتي، اقف بوجه الوقت لي عده سنين واقول للايام الي ويش جبتي، من اعتق رقبتي من الفقر والدين تنه من السياف، معتق رقبتي يا دقني اللي مثل ذود ملاوين، والله ما عاد ادري على ويش شبتي، احيان من زله لساني تخافين واحيان ما تنتع عن الذنب تبتي. سلامتكم. يا سلام. الله يطول عمرك. الله يصح لسانك. صح بدنك العود. ابن بالود ماجد النصيف فيه ثنائيه وفيه حركه مسويه ضجه في الساحه، وفجاه الثنائيه ذي اختفت وجاء ثنائيه ثانيه كانت بينك وبين ابو ذيب، وفجاه لقدها مع الدريم، والدريم مع بجيه بسؤال، الدريم لهو بشاعر ولهو بمنشد ولهو هل ماجد النصيف يشوف ثنائيته مع ابو ذيب نجحت او ما نجحت، والسبب الانقطاع في الوقت الاخير والتشكيل ثنائيه ثانيه؟ لا شوف الجواب عندي، ثنائيتي انا وابو ذيب نجحت نجاح قوي ويشهد لها الجمهور ويشهد لها التواصل، وبالنسبه للانقطاع هي ما انقطعت، بس انها في ركود، ابو ذيب ينشغل يروح مع بعره ويجي وهي ما انقطعت موجوده. زين وش سبب الثنائيه ذي؟ اكيد لها اهداف. ما في اهداف، ابو ذيب شاعر وانا شاعر وولد خالي وصديقي والسن واحد وعزوبي نفس الظروف كلها، وهي اللي خلتنا عاد انا سمعت كلنا فينا بعد العقول ما هي بالحيل وهم مشت الامور. انا سمعت انها تبي عشان ثنائيه الهاجري وضيدان. لا 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 يعني ما لها ثنائي ولا سلطان وضيدان طبعا مدرسه وسعد ونفتخر فيهم، بس طلعت انا وابو ذيب والغيناهم. الله اكبر، قضينا عليهم. ماجد النصيف يقول انا طلعت انا وابو ذيب والغينا ضيدان والهاجري. انا ما هو اللي يقول، الجمهور اللي يقول المجتمع، يعني ذولا ما عاد نسمع لهم ثنائيات، ما ادري هم كبروا وما ادري تركوها، المهم اني انا وابو ذيب صرنا هالايام. الله يوفقكم وخوف انكم تكبرون وتروحون معهم عاد، ما ادري اقول خوف انكم تكبرون وتروحون معهم. ما في شك كلمونا انا زين يا ابن بالود، يجي بعدنا ناس يغطون ويجي. الله يوفقكم وياك، لا انت ولا ابو ذيب مبدعين ونسمع لكم ونتحرى جديدكم. الله يطول عمرك. ابن بالود الدريم محمد الدريم، ما انا برجع له لاني جبته في السؤال الاول، الدريم وش علاقتك معه؟ لا هو بشاعر ولا هو بمنشد ولا ونعم فيه براسه، لكن فيه حاجه وش انت؟ اول شيء الشاعر، انت لا تحسب ان الشاعر انه ينقطع من جميع